مساء الخير عليكم. من اليوم وطالع راح تكون تغطياتنا اسبوع باسبوع او يمكن شهر بشهر. وين انت؟ اشتغل في الرقوق ابو محسن؟ لا يا حبيبي، اليوم انا موجود بمطعم رق فلور. رق فلور متخصص في البرجر ومتخصص في الستيك برجر. اجواء المطعم مختلفة، ديكور مختلف زي ما انتم شايفين، تحس نفسك كذا كانك في اجواء رق. فخلينا ناخذ جولة الان، نتعرف على اطباقهم ونعيش الاجواء. طبعا يعجبني المكان انا اللي يكون فيه المنيو مره بسيط. بكل اختصار عندهم ثلاثه انواع من البرجر والبريوش، تقدم لحم وعندهم ثلاثه انواع دجاج. تلاحظون المسميات مثل المسميات اللي موجوده بالرقوق، كومباني مان، اي بي اي برجر، شلم برجر، اتش 25 او اتش 2 اس، ما اعرف شنو هذا، البي او بي، الان بي تي. سلام. وهذه الكومباني مان، حط عليها الحين صوص الجبن. يلا وكذا صارت جاهزة. وهذا الكمباني مان صارت جاهزة. طبعا هي عبارة عن توست البريوش مع ستيك اللحم، البصل المكرمل وفلفل أخضر وثلاث أنواع من الأجبان والصوص الخاص فيهم. يا حبيبي أنا مرة تحمست لها. طبعا هذه هي الأكثر مبيعا عندهم. بصراحة يا جماعة مرة طيبة، يعني طعم فريد، طعم مختلف راح يعجبكم. سلام. وصل البرجر. هذا شو اسمه؟ البي او بي تشيكن، اللي هو السلايسي مع سلطه الملفوف، واللي هو فيه طعم حالها حلو. هذه الشلم برجر. شلم برجر كيش على نفس اسم شلم برجر. ها اوكي، شنو مكوناته؟ اللي هي شريحتين سماش تنطبق مع البصل المكرمل. أيوة. ويحط فوقها بصل مقرمش مع صوص الجبن. يا سلام. والاي بي اي؟ الاي بي اي برجر تعتبر كلاسيك، شريحتين سماش برضو. أوكي. مع الخس المخلل والجبن والصوص. يا سلام، شوفوا كيف يا جماعة، شوفوا كيف الحركات. جرب الاي بي اي. طبعا الاي بي اي والمسميات هذه اتوقع البلورقوق كلكم تعرفوها صح؟ يا جماعه طعم مره رهيب. طبعا هذه تعتبر كلاسيك، بس ايه، شوفوا الكلاسيك راهيه عندهم يا جماعه، والله مذاقها مره طيب. وهذه الان بي تي، وهذه الاتش 2 اس. الاتش 2 اس هذه ايش؟ الاتش 2 اس لسعه سبايسي بطعم الزبده. اوكي، يعني يحبون السبايسي راح تعجبهم هذه. ايوه سبايسي خفيف. اوكي، والان بي تي؟ الان بي تي عاديه مع صوص الجبن وشريحه الوافل فرايز. يا جماعة هذا كل المنيو على قولتهم بدون أي فلسفة. هذا الساينو تشيكن يجي سبايسي مع حالي. أوكي، خلينا نجربه ونعطيكم رأينا. والله سبايسي، والله فيه حرارة. أوكي، مع القرمشة بصراحة مرة لذيذ. الصوص حقهم مميز. الفرايز، طبعا الفرايز عندهم نوعين، عندهم النوع العادي وعندهم المبخر، وعندهم ثلاث انواع صوصات. شنو الصوصات الموجودة؟ عندك اللي هو البيك صوص. اوكي، زي الهاني ماستر. اوكي تمام. وعندك الاوبي ان صوص، يجيك خلطة مايونيز مع كاتشب واشياء زي كذا، شيء غريب بس. وعندك اللي هو الكيك صوص بس. انا احب الاشياء الغريبة، خلينا نجرب الغريبة. طبعا هذا هو عبارة عن مايونيز وكاتشب. اوكي، والله غريب يا جماعة، لا طعم الكاتشب باين ولا المايونيز باين، يعني الميكس عطانا طعم جديد مختلف صراحة. يا جماعة بكل أمانة كنت غطيت أماكن برجر كثير، بس هذا المكان يعني متخصص في البرجر. عشاق البرجر أنصحكم فيه بقوة. طبعا هذه الكومباني مان، هذه أنصحكم فيها بقوة، هذه من الأكثر مبيعا عندهم. ثانك يو حبيبي. رحلتنا برق فلور، ان شاء الله استمتعتوا معنا بالتغطيه. اللي سالني عن اللحم والدجاج، اللحم من ملحمه الربعان والدجاج من عند زهير النغموش. خصم، اكيد في خصم لازم اضبطكم، راح يكون في خصم من اليوم الى يوم الاربعاء 15% على كامل المنيو. هذا موقع رق فلور، ابدا ما يضيع، القطيف شارع القدس الجزيره، قبل جوي، قبل 35 ديستنيشن، هناك يصير بنك البلاد. كبشروا الشاشه حقت الخصم.